ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشيني كلكم والله. موضوع مهم، موضوع يخص فيروس كورونا، وازاي تنظفوا بيوتكم، وازاي تعقموها، وازاي تحافظوا على اولادكم سواء كانوا اطفال او كبار او اي حد مننا. احنا الجيش جه ورشلنا الكلية وعرفنا المادة اللي رش بيها. المادة بكل بساطة كلنا نعملها في بيتنا، رجاء خاص للي هقوله ده. هنجيب كلور عادي خالص اللي هو بيتباع في بتوع منظفات، سواء كان كلوريكس او كلور السايب ايا كان، هيتخفف 10 مرات. يعني لو خدنا كوباية منه نحط عليها 10 كوبايات مية، الكوباية الواحدة من الكلور حطي عليها 10 كوبايات مية، والمية دي قبل ما تحطيها عايريها الأول في طبق بلاستيك. أي حد فيكم يعرف طبق بلاستيك الأول، ويدوب فيها كيس ملح ويحط عليها بعد كده كوباية الكلور، تمام؟ وقلبوهم. هو ده الشيء الوحيد اللي بيقتل فيروس كورونا، طبعا لآخر دراسة تمت في ألمانيا. بناخد المحلول اللي انت عملتوه ده، احتفظي بيها في جاركن، في حلة، في علبة، زي ما انتوا عايزين. تبلي منه باستمرار فوطة، الفوطة اللي هتبليها دي تمسكيها بعد ما تعصريها، تنضفي المفاتيح وتنضفوا الموبايلات وتنضفوا أقر بيبان، تمسحوا بيها الحاجة كل شوية. كل ما الفوطة تتبهدل اغسليها بصابون ورجعي تاني خدي من المحلول ده وبلي، نمسح حرف ترابيزاتنا، نمسح بيباننا، نمسح أيادي ولادنا، نمسح موبايلاتنا، مفاتيح بيوتنا، من وقت للتاني. خلص المحلول اعمله تاني غيره، ومش مكلف خالص، ولا تشتروا ديتول ولا تدوروا على كحول. الديتول فيه نسبة صغيرة جدا من الكحول، والكحول بقى غالي جدا بره او تقريبا انسحب من السوق. اللي موجود وبكترة هو الكلور، والكلور هو الشيء الوحيد اللي بيخترق جدار الفيروس وبيموته. قدر الإمكان كرروا العملية دي كذا مرة طول اليوم. الفوطة المبلولة اللي هي مبلولة بالمحلول ده في إيديكو، على إيد ولادكو، على حاجة بيلعبوا بيها، على كراسات بيمسكوها، على أقلام. الكلور ده كلنا بنحطه في مية الشرب، والملح كلنا بنحطه في أكلنا، فده ما فيش فيه اي ضرر ليكو. وخلوها دايما في بيوتكو. رجاء خاص اللي فيكو سامع وغيره ما سمعش يبلغه، اللي حد فيكو عارف يبلغ مامته، يعني مروة، وتقول البوسينة. يا واسع يا عليم يا ذي الفضل العظيم، أنتم مساني بضر فلا كاشف له إلا أنت، وأن تردني بخير فلا راد لفضلك، تصيب به من تشاء من عبادك وأنت الغفور الرحيم. اللهم ارحم أمة محمد أجمعين.